أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من مكة المكرمة تقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هل هذا يمحو الكبائر أم الصغائر فقط؟ إذا قالها مخلصا لله عز وجل بذلك حاضرا قلبه معها تقبلها الله منه، فإن الله يغفر له الكبائر والصغائر وإن كانت مثل زبد البحر. نعم.